أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، حيث نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ونبدأ من أبرز العناوين. نقرأ في موقع الهيئة: بحجة الخلايا النائمة، القوات الحكومية تعتقل 13 مواطنا في الموصل. ونتصفح في المدى: العبادية، الدعوة إلى إلغاء الانتخابات أمر غير صحيح. نشر في موقع كتابة أمريكا: تحذر الخاسرين في الانتخابات وسعيهم لإبطال نتائجها. نطالع في الجزيرة نت: حماس توافق للعودة، توافق للعودة بالأحرى للتفاهمات وقف إطلاق النار بغزة. أما في العرب الجديد: مشروع قرار كويتي جديد بمجلس الأمن بشأن إنشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين. ونطالع في القدس العربي: حماس تعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة وإسرائيل تنفي. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: قرصنة إسرائيلية تمنع سفينة كسر الحصار من بلوغ قبرص. أهلا بكم. الهم أن المكسب والخسارة في الانتخابات الماضية وفق دلالات الأرقام والتحالفات إنما هو تطبيق لمعيار مكسب وخسارة كل منهما، يمثل خسارة وخصما من مصلحة الشعب العراقي، وأن نتائج الانتخابات في وضع بلد محتل مثل العراق لا تقاس من خلال الأرقام التي حصل عليها هذا أو ذاك، بل من خلال المؤشرات والإفرازات التي ظهرت خلال تلك العملية من أولها إلى آخرها، وطبيعة تأثيرها على الأوضاع في العراق مع وضع الأساس في الحكم عليها، إذ الانتخابات حين تجري تحت سيف الاحتلال لا يمكن لها إلا أن تكون مزورة، فضلا عن أنها لا تعطي مشروعية لحكم ولا لمجلس نواب، ولا ينتج عنها استقرار أو بناء أو تنمية. الكاتب طلعت رميح يرصد مؤشرات ظهرت خلال الانتخابات العراقية، وذلك في مقال له بموقع الهيانات. المؤشر الأول أن الانتخابات أظهرت زيف ديمقراطية الاحتلال، جميع المشاركين فيها يتهمون بعضهم البعض بالتزوير. وهل نبحث عن شهود آخرين؟ إذا كان المشاركون في جريمة تزوير إرادة الأمة العراقية هم من يعترفون على بعضهم البعض، أو بالأحرى من يعترفون على أنفسهم بالتزوير. المؤشر الثاني أن الانتخابات أظهرت وكشفت مجدداً دور الاحتلال في فعل وتوجيه كل ما يجري منذ بداية الإعداد لإجرائها، وحتى العمليات الجارية الآن لتشكيل الحكومة. هم الآن يقولون ذلك بلا مواربة، وإن اشتدت الصراعات بين الزمر المشاركة سيجري توجيه الأوامر علناً لهم. المؤشر الثالث أن الانتخابات سمحت للميليشيات الإيرانية، وبعضها وضع الآن على لوائح الإرهاب الأمريكية، بالنفاذ إلى البرلمان القادم، بل وهؤلاء يسعون الآن ليكونوا هم أصحاب القرار في تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وهو ما يؤكد على أنها انتخابات جرت تحت سيف القتل والإرهاب، ولمصلحة من شكل ودعم وسلح تلك الميليشيات. المؤشر الخامس أن المزاج الشعبي العام وصل إلى حالة طاغية من رفض ومواجهة الاحتلال الإيراني، ولم يبقى مع إيران والولايات المتحدة إلا العملاء المباشرون الذين يفرضون سطوتهم ووجودهم ودورهم بالقوة. الكاتب يضيف أن الزمرة المتعاونة مع الاحتلال كانت تعرف جيداً أن لا طريق لها إلا بتزوير الأصوات، إذ أظهرت مؤشرات التصويت استعداد تلك الزمر لأعمال التزوير قبل بدء الانتخابات، وهو ما ظهر في الفرق التي زورت التصويت الإلكتروني وعلى تمدد ظاهرة التزوير حتى في التصويت بالخارج. لا يخفى على حد، العراق على صفيح ساخن، هكذا عنوان الكاتب
إياد الدليمي ما قاله في صحيفة العربي الجديد: تبدو المواجهة بين أمريكا وإيران في العراق جلية عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا، غير أنها مواجهة محكومة بأسباب تدفعها إلى أن تكون مواجهة قوى ناعمة أكثر من كونها مواجهة مسلحة. فكلتهما أي إيران وأمريكا يمتلكان من أسباب القوة ما يمنعهما من أي مواجهة عسكرية غير محمودة العواقب. تلك هي حسابات المنطق، وهي حسابات قد تكون ربما خاطئة، خصوصا في ظل وجود تأثيرات عديدة أخرى قد تدفع أحد الطرفين إلى الخروج عن قواعد اللعبة واللجوء إلى تفجير الوضع نتيجة يأس ما. تخطئ أمريكا ومعها حلفاؤها العرب إذا اعتقدوا أن الصدر يمكن له أن يخرج عن طاعة الولي الفقيه في العراق، فهو وعلى الرغم من مواقفه المعلنة ضد النفوذ الإيراني يدرك جيدا أن لدى إيران من النفوذ ما قد يعرضه ويعرض تياره للخطر، وبالتالي فإنه سيسعى إلى المناورة بما يضمن استمراره، ناهيك عن أنه حتى مواقف الصدر العلنية ضد إيران لا ترقى أن تكون مواقف يمكن الاستناد إليها واعتباره يقف بالضد منها. ولكن ماذا لو قررت إيران أن تخرق قواعد اللعبة مع أمريكا في العراق، وخصوصا في حال شددت واشنطن من عقوباتها عليها، وأيضا في حال فشلت طهران في الحصول على تعهدات أوروبية كافية للبقاء ضمن الاتفاق النووي؟ يبدو أن الأمر ليس مستبعدا تماما، فلدى إيران القدرة على تحريك أتباعها في العراق، خصوصا أن الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات هو تحالف الفتح، والذي يضم عدة ميليشيات مسلحة تتلقى تمويلا وتدريبا من إيران، فهي إن شاركت في الحكومة أو بقيت خارجها ستمارس دوراً معرقلاً ضد أي تحرك تريده أمريكا من الحكومة الجديدة ضد إيران. تسارع خطوات طهران وواشنطن من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة كل يريدها تابعة له، ولو بالحد الأدنى. فمقتدى الصدر مثلاً زعيم تحالف سائرون الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي ليس حليفا مفضلا للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يبدو حليفا مفضلا أو مرغوبا حتى به من الإيراني. فعلى الرغم من شيعيته وكونه أحد رجالة المذهب في العراق، لأنه لا يبدو ودودا تجاه النفوذ. حقيقة الأيام حبلة تجاه يعني ما يحصل الآن في العراق من مفاجآت عديدة، وحقيقة التفاهمات الأمريكية والإيرانية الغير المعلنة في العراق لها تأثير كبير قد تنتهي في أي لحظة، ليبقى العراق على صفيح ساخن بانتظار ما سيقرره اللاعبان الرئيسيان أمريكا وإيران. بغض النظر عما قيل عن الخروق والتزوير وبيع صناديق ومحطات الاقتراع من قبل عديمي الذمة في المفوضية العليا للانتخابات، فإن ما يلفت ويجعل من فساد المنظومة السياسية برمتها القائمة واقعا دامغا لا يتطلب تدخل الأمم المتحدة ولا تشكيل لجان نزاهات محايدة هو هبة البرلمان وإعلانه من دون تحفظ وباتهام صريح للمفوضية التي شكلها بإرادة قادة كتله بحرية تامة، ولو في إطار صفقة تبادل مصالح كانت، كما هو حال قانون العفو العام سيء الصيت وقوانين أخرى كرست كل ما كان في أساس انهيار ركائز العملية السياسية وحرفها والحيلولة دون إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الديمقراطية، بحسب مقال لعلي عبد الخالق في صحيفة المدى. والاستنتاج الأوفر والأهم لما جرى يؤكد بشكل جازم بطلان ادعاءات الطبقة السياسية المهيمنة حول شرعية المنظومة السياسية المعتمدة على المحاصصة الطائفية وعدم مسؤوليتها عن الانحدار الذي تعرضت له البلاد وما أدت إليه من ضياع ثروات البلد وفقدان أرواح العراقيين، وكل المثالب التي جعلت منه سبة يتندر بها اللبنانيون والصوماليون ودول أخرى كانت مضرب المثل في الفساد والتخلف والجهالة. وقد لعبت البرلمانات المتعاقبة الدور الأبرز في هذا المسار والمصير،
من خلال تحكم الإرادة السياسية لقادة الكتل المتنفذة والمهيمنة على نهج الدولة وسلطاتها الثلاث، وبشكل خاص مجلس الوزراء ورئيسه الموالي للتحالف الوطني الذي يقف وراء تسميته واختياره. ولم تمضي أكثر من بضعة أيام حتى انكشف المستور، وبانت المصالح والأهواء المتضاربة للأحزاب والكتل والأفراد المتشاركين في إشاعة الفساد العام وتبديد الأرواح والممتلكات، وبات الكل يتهم الكل بالتزوير والعبث وشراء الأصوات وصناديق الاقتراع والمحطات الانتخابية. يظل خيار إلغاء نتائج الانتخابات والتوجه لإجرائها مع انتخابات المحافظات أو أي موعد آخر إنما هو باب مفتوح على مصراعيه، قد لا تستثنى في كل مصادر القوة، وبداية مهمة قد تدشن فيه أزمة سياسية مرشحة للتفاقم، مما يتهدد الحيتان والقوى الوقحة ويؤدي بالضرورة إلى تعاظم شهية الجيران والأبعدين لتحويل البلاد والعباد إلى ساحات ساخنة كما يصف الكاتب. لم تكن الانتخابات العراقية نظيفة، بل كانت أكثر لؤما، أو أنها غير عادلة في أقل توصيف لها. وإذا ما أردنا تخفيف الحدة عنها سنقول إنها لا تمتلك أدنى فعل ثقافي لها، سواء من قبل المرشحين في الكيانات والائتلافات أو من قبل الناخبين أنفسهم، بحسب الكاتب علي لفت سعيد في مقال له بصحيفة القدس العربية. إن غياب الثقافة الديمقراطية والعمل السياسي هما اللذان أديا إلى تراجع في القيام بعملية انتخابية نظيفة أو غير فاسدة، لأن الجميع بدءا من الأحزاب السياسية وكتلها تعتقد أن الانتخابات هي حصة اجتماعية في أقل تقدير لها، إن لم تكن حصة دينية أو قومية، لأن المسوغ الذي يمنح صلاحية استخدام الطرق حتى لو كانت ملتوية في الدعاية الانتخابية مثلاً، ويصب في صالح الحصول على نتائج من دون التفكير في كيفية انتهاج صيغ صحيحة وصادقة لهذه الدعاية. فما بين استخدام العشيرة للمرشح أو المرشحة يأتي استخدام الانتساب الديني، من مثل انتخبوا مرشحتكم العلوية الدكتورة، فهي قدمت نسبها لآل الرسول صلى الله عليه وسلم على كفاءتها العلمية، وكذلك إلى المرشح الآخر انتخبوا مرشحكم السيد المهندس، أو انتخبوا من قاتل دفاعا عن أعراضكم في إشارة إلى الحشد الشعبي، أو انتخبوا من قاتل الأمريكان في إشارة إلى الفترة التي كانت فيها ما أطلق عليه مقاومة الأمريكان قبل أن يكون هنا صلح بين الاثنين فيما بعد، وكذلك انتخبوا مرشحكم الذي يحارب التهميش في إشارة إلى الطائفة. الكاتب يضيف إن ما حصل في الانتخابات العراقية من تراجع في القيمة الثقافية هو لغياب الوعي الانتخابي، وبالتالي يبين لنا ضعف وهشاشة الثقافة الانتخابية التي تسببت بها الكتل السياسية التي تلعب على عواطف الناس أكثر مما تضع برامج محددة لعملها السياسي. ولذا فإن هذا الغياب أدى إلى النظر إلى زعامات الكتل وليس إلى البرامج والمناهج. لم يكن خافياً أن الضربات المتتالية للمواقع الإيرانية في سوريا، سواء منها ما كان عبر ضربات مجهولة الهوية أو معروفة المصدر حتى، هي تمهيد لإفهام نظام طهران أن مرحلة جديدة في التعاطي معه قد انطلقت من إلغاء الاتفاق النووي من الجانب الأمريكي وما تبعه من عقوبات اقتصادية، وصولاً إلى تهديدات مباشرة بإسقاط النظام، كلها مقدمات أدخلت إيران في مواجهات لا أحد يمكنه التنبؤ بما ستؤول إليه. فما الفعلي في المعركة المفتوحة؟ هكذا يتساءل الكاتب. وما الذي يدخل في باب التهديدات التي ستبقى نظرية؟ هكذا يتساءل الكاتب خالد غزال في مقال بصحيفة الحياة اللندنية.
على امتداد السنوات السابقة فاض الدور الإيراني كثيراً وبات عنصراً متدخلاً في السياسات العربية وتقرير مصير الأنظمة. أدار ولا يزال حروباً أهلية طائفية ومذهبية سفكت فيها الدماء، وانتشرت الفوضى بين سكان الدول التي تعاني من التدخل الإيراني. كان نظام طهران أحد العناصر الرئيسة المنتجة والممولة للإرهاب بشتى أصنافه. أخيراً وبسبب الملف النووي المفتوح أمريكياً، وضع التدخل الإيراني في الأقاليم موضع بحث من الجانبين الأمريكي والأوروبي، خصوصاً بعد أن تقلصت المعارك مع الإرهاب. حاولت الدول العربية الفصل بين الاتفاق النووي الذي لا ترغب في إلغائه وبين تقليص الدور الإقليمي لطهران في المنطقة العربية. يسعى الأمريكيون إلى دمج المعركتين حتى الآن مقابل التهديدات الأمريكية والشروط المطروحة على طهران، سواء بما يتعلق بالاتفاق النووي أو بدور طهران. تنطلق تهديدات مقابلة من الملالي متوعدة ومزمجرة ورافضة الاتهامات الأمريكية. لا شك في أن نظام طهران الذي يرفض الخروج من سوريا أو تقليص دوره الإقليمي يدرك أن هذا الدور مصدر أساس في قوة إيران الداخلية والإقليمية والدولية. ويضيف الكاتب: تبقى كلمة للداعين من المعارضة الإيرانية إلى إسقاط النظام بالاعتماد على الدور الأمريكي، طبعا إنها دعوة خطيرة ستساعد النظام على التماسك في الداخل، فالتغيير إما أن يكون بواسطة قوة الاعتراض في الداخل والخارج أو يسقط في دوامة الولاء للخارج، خصوصا أن الثقة مفقودة في الدور الأمريكي في شأن تخليص الشعوب بالأحرى من طغيان الأنظمة. ظاهرتان جديدتان في الفضاء العربي لا يمكن لمن يراقب مخرجات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلا أن يلمسهما بكل وضوح: التطاول على ثوابت الأمة وتطاول على ثوابت الدين. الكاتب ياسر الزعاتر يتحدث عن هاتين الظاهرتين في مقال له بصحيفة العرب القطري. حين نقول إنهما ظاهرتان ترتبطان ببعضهما البعض، فنحن نتحدث عن مقاربة سياسية تستهدف كل ما يتعلق بخطاب التغيير والإصلاح في الفضاء العربي، أي أنهما تنتميان إلى خطاب الثورة المضادة التي طاردت ربيع العرب وعملت وتعمل على تأديب الشعوب كي لا تفكر في التغيير من جديد، ولما قدر أن قوى الإسلام السياسي هي التي تصدرت الربيع صارت مطاردتها أولوية، أولاً باستهداف التدين الذي يمثل حاضنتها الشعبية، وثانياً عبر التشكيك بالثوابت التي كانت تجيش الأمة من خلالها والتي تتلخص في قضايا الأمة في مواجهة العدوان الخارجي وفي المقدمة فلسطين، وثانياً قضايا الحرية والتحرر. من هنا تنشأ هاتان الظاهرتان اللتان نتحدث عنهما، فمن يديرون هذه اللعبة باتوا يشجعون على استهداف الدين والتشكيك فيه من أجل إبعاد الأجيال الجديدة عنه وضرب التدين بشكل عام، وهم أنفسهم من باتوا يشجعون على ضرب الثوابت الأخرى ذات البعد السياسي. هل كان بوسع أحد في أي مرحلة من المراحل السابقة، بل في أسوأ المراحل، أن يقرأ لأحدهم كلاماً ينحاز فيه للصهاينة في مواجهة الفلسطينيين، أو أن يكتب بكل وقاحة أنه سيدعو في رمضان أن ينصر الله إسرائيل على أعدائها الفلسطينيين؟ الكاتب يضيف: هل ثمة خوف على الدين والثوابت القومية تبعاً لذلك؟ من الصعب إنكار بعض التأثير تكاثر أصوات السقوط والتشكيك، لكن الضمير الجمعي للأمة ما زال يملك حصانة ضد هذا اللون من السقوط. أما الجانب الآخر فهو أن من يديرون هذه اللعبة لا يدركون أنها ترتد عليهم من حيث سقوطهم في وعي الجماهير، لأن الأخيرة ليست ساذجة بهذا القدر كي لا تدرك أن ما يجري ليس عفويا بحال من الأحوال.
بعيدا عن السياسة، كان المسحراتيان محمد حجيج وسعيد العجلوني يجولان كعادتهما طوال أيام رمضان لإيقاظ سكان حارتهما في البلدة القديمة بالخس، حيث فاجأتهما قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي واعتقلتهما واقتادتهما إلى مركز شرطة القشلة بعد أن وجهت لهما تهمة الإزعاج. يقصد طبعا بذلك إزعاج المستوطنين القاطنين في البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة والعمل دون ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس. محمد حجيج وسعيد العجلوني انضم إلى 3 زملاء لهم سبق لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن اعتقلتهم قبل يومين خلال قيامهم بالمسحراتية. المسحراتي محمود بدر من سكان حارة السعدية أكد العرب الجديد أنها ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها لمضايقات جنود الاحتلال وللملاحقة من طواقم بلديته. أضاف: نحن نرفض هذه التهم، وقلنا للمحققين إن ما نقوم به هو جزء من موروث القدس في رمضان. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.